بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، وصيتنا هذا اليوم في ظلال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بداية، بعض أهل الحديث يضعف سند هذا الحديث. الإمام النووي أورده في كتابه الأربعين النووية وصححه، ولكن لا شك أن المعنى بالمجمل صحيح. وفي ذلك أيضا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نستذكر هذه الوصية في سياق وصية الحارث المحاسبي، إذ يقول: واحذر أن تدين لله بالعقل وتعمل بالهوى وتترك الحق وتبوء بالباطل. عندما يقول واحذر أن تدين لله بالعقل، نحن سبق أن تحدثنا عن العقل، أن العقل به نفهم الأحكام، وبه ندرك التكاليف، وبه يقوم التكليف. ولكن قلنا أيضا العقل منه ما هو بمعنى الرغبة، وبمعنى الرأي، وبمعنى الفكرة، ويأتي العقل بمعنى العقل الكلي والجمعي، التي هي قوانين كلية لا تتغير، لا تتبدل، لا تخطئ، لا تتخلف، إلى غير ذلك من التفصيلات التي تكلمنا عنها. وأكدنا أنه لا يمكن أبدا أن يكون هنالك مصادمة بين نص شرعي أو حكم شرعي والعقل الكلي الجمعي. إذا وقعت مصادمة فمعنى ذلك إما هذا الشيء الذي ندعي أنه عقلي ليس بعقلي، وإما هذا النص الذي ندعي أنه نص ربما لا يكون ثابت إذا كان خارج القرآن الكريم، وإذا كان ثابتا سواء في السنة أو في القرآن الكريم فإذا يمكن أن تكون المشكلة في فهمنا. إذا علينا أن نراجع فهمنا، هذا قد تكلمنا عنه. لكن عندما يقول هنا واحذر أن تدين لله بالعقل، كيف؟ أليس العقل يرشدنا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، وبه نتعرف إلى أحكام الشريعة؟ بلى، إنما هنا يتكلم عن الرغبات الذاتية والآراء الخاصة والمواقف الشخصية. كيف؟ أحيانا بعض الناس يقول لك: أنا والله لا أطبق حكم الشرعي إلا إذا اقتنعت به. تقول له الربا حرام، يقول لك أقنعني. قل له نص آية قرآنية، يقول لك أقنعني. لا مانع أن يسأل عن الحكم، لا مانع أن يسأل عن الأسباب، لا مانع أن يتفكر ويتفقه، لا مانع أن يتفقه في المقاصد، لا مانع. لكن أن يتوقف أنه لا ينفذ أمرا إلهيا ثبت عنه سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقتنع عقليا، والله أنا لا أطبق تحريم الذهب إلا أن أقتنع. أقنعني أن الخنزير ضار مثلا، أقنعني أن لبس الذهب للرجال غير مناسب أو فيه إشكالية أو فيه أثر صحي سلبي أو أقنعني أن الخمر ضار، أقنعني أن الحجاب مناسب وأنه فيه وفيه فوائد وأنه وإذا لم يقتنع لا يطبق هذا الحكم. إذن هو ليس هذا الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى في تلك الحالة، هو عبد لقناعاته، هو عبد لرغباته، هو عبد لآرائه. لذلك نعود فنقول: أحكام الله تعالى إما معقولة المعنى وإما تعبدية. معقولة المعنى أي ارتبط الحكم فيها بأن العقل يدرك علته، والعلة كما يبين العلماء وصف منضبط يتعلق به الحكم ويناط الحكم به فيدور معه وجودا وعدما. إذن هذه معقولة المعنى، وبالتالي يجري فيها القياس و تفاصيل كثيرة لأهل العلم في ذلك، مثلا بعض البيوع وبعض أحكام التجارة ونحو ذلك، وبعض الأمور التي قامت على المقاصد الشرعية، فهذه يسمونها معقولة المعنى. هنالك أحكام يسميها العلماء تعبدية، أي ليس لها علة ندركها نحن كبشر، لكن قطعا لها مقاصد، قطعا لها حكم، قطعا لها آثارها، ولكن نطيع الله فيها لأن الله أمرنا بها، هذه التي تسمى تعبدية. لكن حتى هذه التعبدية لا يمكن أن تتصادم مع العقل الكلي، ولا يمكن أن يرفضها العقل الإنساني الفطري السليم، بمعنى قد لا يدرك سرها
لا يدرك علتها، لا يدرك كل أحكامها، لكنه على الأقل يدرك بعض حكمها، يدرك بعض أسرارها، يتفهمها، يقرها، يتقبلها. فإذا قلت له الطواف مثلا أو الرجم، هذا مما يسمى التعبدي، قد لا ندرك علته بمعنى إنه نفعله تعبدا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعدم الإنسان أن يدرك بعض الحكم في ذلك، وبالتالي أيضا واجبه. أدرك تلك الحكم أو لم يدرك، هنا هو يتعبد لله سبحانه وتعالى. عن هذه القضايا ينبه الحافظ المحاسب هنا، إذ يقول: واحذر أن تدين لله بالعقل وتعمل بالهوى. إذن أنه هنا يتكلم عن الرغبات الذاتية والآراء الخاصة. والله إن كان هذا الشيء قد وافق رغبتي فعلته، وإن لم يوافق رغبتي لم أفعله. وهنا نؤكد إذن أن كل ما جاء من الشرع لا يمكن أن يصادم العقل الكلي الجمعي، وأيضا حتى القضايا التعبدية يدرك العقل بعض حكمها ويدرك بعض أسرارها وكنها، وربما يتفهم ذلك ويقول ذلك. لكن لما يأتي شيء ليس من الشرع في شيء، تجد فعلا أن العقل يرفضه ولا يتقبله. يعني على سبيل المثال، لما جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقالوها، إذن وقعوا في معصية أنهم جعلوها شيئا قليلا، لكن قالوا أرادوا أن يلتمسوا عذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يزايدوا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر، وأما الآخر فأقوم فلا أرقد، وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الآن إذا أراد واحد أن يتعبد الله بأنه يصوم ولا يفطر، لا العقل يقبل ذلك ولا الشرع يقبل ذلك. إذن اخترع عبادة من تلقاء نفسه، ولو أراد أن يتزيد فيها، وهذا التزيد مرفوض، هو أيضا نوع من التدين بالعقل. يعني كما أن البعض يقول: لا أنفذ الأمر الإلهي الفلاني إلا إذا اقتنعت به عقليا، أيضا بعضهم يريد من خلال عقله أن يخترع أنواعا من العبادات، فهذا وذاك كله مرفوض في دين الله تعالى. وهذا الذي وقف مثلا بالشمس ويريد أن يتعبد الله بالوقوف في الشمس، وهذا شيء لم يأتي به الشرع وأيضا لا يقبله العقل، بالتالي يريد أن يتدين إلى الله بعقله، مرفوض ذلك، ويرفض العقل السليم ذلك أيضا. إذن لا يمكن أن يكون في ديننا شيء يصادم العقل الإنساني الكلي الجمعي، وأيضا حتى ولو كانت القضايا غير معللة ويسميها العلماء غير معقولة المعنى بمعنى تعبدية، لا تنافي العقل ولا تتناقض مع العقل، ويمكن أن يدرك العقل كثيرا من حكمتها. ومن هنا يأتي الحديث عن قضية البدع على سبيل المثال. فالابتداع إحداث في الدين، لذلك الأدق في تعريف البدعة: كل محدث في العقائد أو العبادات مما لا أصل له في الدين. أولا بده يكون جديد، ثانيا بده يكون في دائر في قضايا العقائد والعبادات، وثالثا لا أصل له في الدين. بمعنى لو كان له أصل يمكن أن يكون للعلماء رأي يبدونه في هذا الأمر. لذلك مثلا لما يختلف الناس في قضايا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وليس جزءا من الأذان، أو الاستعمال السبحة، أو عدد صلاة التراويح، أو الاحتفاء بالمناسبات الدينية ونحو ذلك، إذ يختلف البعض بذلك، هذه كلها لها أصولها في الشريعة. فإذا خرجت عن حيز الابتداع إلى حيز الاجتهاد، وبالتالي لا يكون من بنى أمره في ذلك على موقف عالم مجتهد راسخ في العلم، لا يكون ممن اتبع الهوى، ولا يكون ممن تدين بالعقل أي الرأي الشخصي في ذلك. إذن إلى هذه القضايا يلفت أنظارنا الإمام الحارث المحاسبي: أننا نعبد الله ولا نعبد عقلنا ولا نعبد فكرنا ولا نعبد رأينا، رأينا وأفكارنا تبع لدين الله، ولا شيء في دين الله يصادم العقل الحق إطلاقا سبحانه وتعالى. ومن ثم من
ابتدع في الدين عمل بهواه وعمل بعقله، ومن توقف عن تنفيذ أمر إلهي إلا أن يقتنع إذن هو يعبد عقله أيضا، مع التأكيد أن العقل لا يمكن أن ينافي الدين أو أحكام الدين في حقيقة الأمر، ومن ثم سيؤديه ذلك إلى أن يترك الحق ويبوء بالباطل إذا أصر على اتباع أفكاره وآرائه الخاصة. والله تعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية الكريمة. ثم هنا نتذكر مثلا قصة ابني آدم الذي حكم أحدهم رأيه ورغبته وفكرته الخاصة فأداه ذلك إلى أن يقتل أخاه فباء بإثمه، وإلى هذا المعنى يشير الحارث عندما يقول وتترك الحق وتبوء بالإثم، أي إن اتبعت عقلك ورأيك الخاص كما كان حال ابن آدم القاتل، فقال الله في حقه على لسان أخيه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فنسأل الله أن يطهرنا وإياكم من كل ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.